فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو وقف رجل أو لو أوقف رجل شيئا على إخوة وفضل الأنثى على الذكر، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، هذا راجع له، يقول لهم على السواء أو يقول للذكر مثل، هذا راجع له، يجب العمل بشرط الواقف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.